السلام عليكم الإخوة والأخوات، تحياتي لكم جميعا. الموضوع راهو منشور حول التغيير، هل يعني ترى الجزائريين والجزائريات راهم هما مع تغيير النظام في الجزائر، وإلا هو أنه راهم مع الاستمرارية ومع البقاء نتاع هذه السلطة ومع التمديد؟ أتمنى إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، مرحبا بهم. نفتح لكم الباب تاع المشاركة، إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مشاركة مرحبا بكم. الإخوة اللي ربما تحبوا تتحدثوا على الموضوع نتاع عياش تاع خونا في المسيلة، ما فيش مشكلة إذا كان فيه إخوة موجودين في المسيلة ويحبوا هو أنه يدليوا ببعض المعلومات أو يبلغوا بعض الانشغالات، مرحبا بكم. مرحبا بك الأخ باسم، وتكلم تكلم على المباشر نسمع. أنا حاب نسمعكم وحاب نتناقش مع بعضكم حول الموضوع هذا نتاع التغيير في الجزائر. الإخوة اللي راكم مساندين الفكرة نتاع التغيير، لماذا؟ والإخوة وكيف؟ والإخوة اللي مساندين أيضا الفكرة هذه نتاع التمديد في الجزائر، ماذا بهم على جال باش يقنعوا الجزائريين والجزائريات، بعيدا عن القنوات الفضائية، بعيدا عن الصحف، بعيدا عن الأحزاب، بعيدا عن التوجهات هذيك والتخندقات. الإخوة اللي تحبوا تجيو تشاركوا مرحبا بكم، راني فتحت لكم الخط تاع المشاركه. كاين فيه بعض الاخوه اللي مره على مره هكذا يتصلوا بيا، ويعني تلاحظ من خلال التعليقات تاعهم بانه ماهمش مساكن، ما مفاهمين فيها والو. مرات هو انه يكتب لي واحد على الخاص، حنا على العام دايرين البث المباشر على العام، وهو يبعث لي على الخاص ويطلب مني على جال باش نضيفه. واش نضيفك انت تحكي معايا على الخاص؟ يعني سبحان الله، الناس في 2000 ورانا في على عشية 2019 ما زلت الناس ما تفرقش بين الخاص والعام. الإخوة اللي راكم مع الفكرة نتاع التغيير، ماذا بيا باش نسمعكم ونتناقشوا مع بعضنا البعض. لما واحد راهو هو مع الفكرة نتاع التغيير يقولنا كيف، والإخوة اللي راهم مع الفكرة نتاع التمديد والفكرة نتاع الاستمرارية ماذا بهم أيضا يقولوا علاش، يعطيو أدلة علاش. شوفوا ترى مع الأخ هذا رابح. كاين فيه بعض الإخوة هكذا مرة على مرة نقرأ بعض التعليقات نتاعهم، يطلبوا مني على جال باش ندير مداخلات كما كنت في وقت سابق، يعني من نزيدش على 20 ولا 30 دقيقة. المهم أنا نحب نشارككم أحسن، لما الواحد يكون يتكلم وحده عارف باللي فيه تسلسل تاع أفكار وفيه منهجية في الحوار وفيه كذا، وكاين ناس أيضا يحبوا غي يستفادوا. أنا حاب نشارك خاوتي. الأخ رابح راني دخلتك ويبدو أنه عندك مانع، ولا أنت اللي ماكش حاب تدخل. الإخوة اللي تحبوا تشاركوا معنا مرحبا بكم، راني فتحت لكم الخط. الأخ هذا اللي ترمز للاسم نتاعك بجلال، راني دخلتك في انتظار ربما ماكش ما يزدوا التحقوا بنا إخوة آخرين. نفس الشيء الأخ الكريم. صحيح الأخ عبدو، إي، ولكن كيفاش نواجه هذا الشيء هذا؟ أخ سفيان نعم، ولكن كيف؟ فترة هذا مع الأخ كمال محي الدين. كاين إخوة اليوم راهم معيدين،
في الجزائر، مش الناس اللي راهم في الخارج، لا سيما الناس اللي راهم في الفنادق، في يعملوا في بعض الشركات الأجنبية. نفس الشيء الأخ كمال، نشوفه ترى مع هذا الأخ نعيم، ما عندكم مشكلة في أربعة، نزيد وشوفوا ترى مع هذا، لعل الله يقدر يطلع. مرحبا. للأسف الشديد، كيف ما راكم تشوفوا، نزيد نعاود نجرب معك الأخ محي الدين مرة ثانية، كي تجيك الانفيتاسيون هذيك دير اكسبتي باش تقدر تطلع، ما ديرش ريفوزي، كي دير ريفوزي معناتها بلي ماكش حاب تطلع، وانت تطلب على جال باش تطلع. الأخ صبيح ولا مش عارف دحمان، نعطيك فكرة، واش نعطيك فكرة تواش، الأخ اللي قلت لي باللي هل التغيير مجدي لمجتمع فقد البوصلة نتاعو، ما راكش تشوف باللي السؤال تاعك هذا فيه تناقض؟ الأخ نجرب نطلعوك تا هاني، طلعتك يا شرف الدين، ماذا بنا عجل باش تفيدنا. هيا مرحبا بك الأخ شرف الدين. السلام عليكم يا شيخ أستاذ، مش راك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. أنا الآن بالرياض، يعني الجو الساعة راه متأخرة شوي، يعني أعتذر أراك في لأنه السعودية طلع. إيه راني بالرياض. إيه يا اخوي، ربي يعاونك. الله يرحم واش والديك تقولنا الاخ شرف أستاذ. الدين؟ والله درك التغيير، باش نتحدث عن التغيير سواء في السياسة هذه، لازم نقولوا التغيير هذا يبدأ من الشعب، يعني أول حاجة يبدأ من الشعب، لازم تكون عندنا تغيير كما راك تطالب بيه أنت، وتكون بمصالحة، يعني بمصالحة شاملة، مش مصالحة شغل كلمة برك، ولا لازم تكون هذه المصالحة نابعة صح من القلب ومن فكر ومن توجهات ومن إيديولوجية تاع صح الشعب واعي ومثقف. لما لكن الناس تقول لك مثال انه التغيير يكون مثل ما حدث في الثورات العربية، هذا راح يضرنا، يعني راح يضرنا خاصة وانه لا لا، الشعب ذاك انا ضده الان انا. ايوه، وهذا اللي كل يعني كل المفكرين اللي ضده، يعني هذا انا اتوقع باللي كل المفكرين ضده، خاصة الانسان اللي لما يخمم يعني بمنطق وبعقلانية راح يجد نفسه انه ضده. الحاجة الثانية اللي بدي أتكلم عليها يعني التغيير، أنت كأستاذ هل تشوف لابد أنه يتغيير يجي من منظومة تربوية وسياسية أولا، ولا لابد يجي من منظومة سياسية وبعد تجي تربوية؟ يعني الآن أنا نشوف باللي الشعب راه في انحطاط، يعني انحطاط، آسف، انحطاط أخلاقي وخلقي واجتماعي وثقافي، وهذا الانحطاط هل جاء يعني من أزمات سياسية أو جاء من أزمات تربوية؟ يعني هذه الأسئلة اللي كان بدي تجاوبني عليها يا دكتور. شوف، نقول لك فيما يتعلق بالتغيير كيفاش يكون. درك انت مثلا لو كان تقول باللي التغيير يتم عن طريق التربية، فرضا باللي راهو هذا هو التوجه نتاعك، انت قال مثلا راه فيه أزمة إخلاقية وبالتالي لابد انه يكون التغيير عن طريق التربية. التربية شكون يديرها؟ شكون اللي عنده سلطة نظام القرار على سياسي جال باش هو
ايه الناس السياسيين. دونك انت لازمك تغير السلطات هذه اللي تغيرها، تغير السلطات الشرعية، فهمت؟ تغير السلطة ايه التنفيذية، وتغير أيضا حتى القضاء، لأنه الأمور راها الآن متعفنة. بالتالي أنت ايوه دركا الأشياء هذيك راها هي مع بعضها البعض، يعني ما راهيش رايحة تجي بين عشية وضحاها. دوك الطرق اكيد تاع اكيد التغيير، طرق تاع التغيير مختلفة، فهمت؟ طرق تاع التغيير اكيد مختلفة. باش أنت تغير نظام، هذا مش شخص، شخص تقدر تغيره، تغيره بعدة وسائل، تغيره مثلا قال مثلا بضغط شعبي، قال حتى أنه كاين ناس يعمدوا على جال باش يديروا انقلاب، أو ربما حتى يلحقوا حتى التصفية الجسدية. ولكن هذه المسألة هي لا تتعلق بشخص ولا بمجموعة من الناس ولا بعائلة، فهمت؟ النظام هذا مش قائم أكيد على شخص. تلاحي دوك قال مثلا هاو راح الشاذلي، يا هل ترى تغير النظام؟ هاو راح زروال، يا هل ترى تغير النظام؟ هاو راح بوذياف، يا هل ترى تغير النظام؟ دوك يزيد يروح بوتفليقة، ما راهوش راح يخلد في هذه السلطة هذه، ولكن ما يتغير والو. احنا الشيء اللي مطالبين معاك ومع كثير من الإخوة اللي راهم هما يقولوا باللي راهو كاين فيه فساد في المجتمع، فساد أخلاقي، فساد من عدة نواحي. والتغيير هذا لا يأتي بين عشية وضحاها، التغيير هذا لازم تتكاثف الجهود كامل، خاطر انت محتاجين عجل باش يكون تغيير في الذهنيات، محتاجين باش يكون أكيد هناك تغيير في العقليات، محتاجين عجل باش يكون هناك تغيير في الوعي، محتاجين باش يكون هناك تغيير في السلوك، محتاجين باش يكون هناك تغيير في النظم، تغيير في الإدارة، تغيير في المسؤولين، تغيير شامل، يعني مش أكيد راه رايح يمس غير جهة واحدة برك. دوك كاين بعض من الناس اللي هما لما تحكي على التغيير يقول لك باللي انت راك راح تنحي بوتفليقة، وكاين بعض الناس اللي راهم هما عاقدين الأمل اللي عليه. التغيير لا يعني بوتفليقة، التغيير لا يعني الحكومة، التغيير لا يعني البرلمان، تغيير راهو تغيير شامل، حتى باش حنا نبنيو دولة جديدة بمعايير اللي تتلائم مع الطبيعة الجزائرية، تتلائم مع الهوية الجزائرية. وشيئا فشيئا التغيير هذا مش نتاع شخص ولا نتاع مجموعة من الناس، كل واحد يساهم في الموقع اللي راه فيه، الإمام يساهم، الرياضي يساهم، الصحفي يساهم، العسكري يساهم، المربي يساهم، الأستاذ يساهم، البطال يساهم، كل الناس تساهم في الموقع اللي راه فيها. واحد يساهم بالنصح، واحد يساهم أستاذ، بالدعاء، واحد يساهم بالتربية، واحد يساهم أكيد أكيد بالمال، وكل واحد كيفاش يساهم. أستاذ، عندي سؤال آخر فقط بدي أستفسر عنه، يعني الأزمة هذه اللي رايحتها الآن في الجزائر على كل حال، هل تتحمل مسؤولية من هذه النخبة؟ لأنه ابتعدت، يعني ابتعدت، خلات كما نقولوا الرعاة تاع الشعب هم يتحكموا بالمسؤولية، سواء المسؤولية في الرياضة أو في التربية أو في مجال سياسي أو مجال اقتصادي، هل يتحملوا المسؤولية بالسكوت تاعهم والهروب بطبيعة عن الحال، المنظومة السياسية، بطبيعة الحال أم أنهم يعني هم شغل يعتمدوا على سياسة النائب النفسي، يعني يقول لك نفسي نفسي، ما تهمنيش، ما شوف، تضرنيش، ما نقول لك الأخ الكريم، شوف الشيء اللي راهو حاصل الآن، هو كاينين بعض من الناس يمارسون في سياسة الذئاب، فهمت؟ راهو يشوف، راهو يتبع، وعلى باله بالخلل وين راهو، وراهو ينتظر في الفرصة. كاين اللي راهو هو يبحث على السلطة، كاين اللي راهو يبحث هو على مغنم، كاين اللي راهو يبحث هو على السيتياسيون تاعو، فهمت؟ يتحملوا المسؤولية أكيد نتاعهم، يتحملوا المسؤولية نتاعهم. أنا واحد من الناس لو كان لقيت ناس راهم في المستوى يتكلموا، أنا ما نتكلمش، فهمت؟ أنا الآن أكيد راني أكيد نقوم بدور في ظل هذا الفراغ اللي راه موجود. تروح أنت للقنوات الفضائية، شوف في نفس الأشخاص، في نفس الوجوه، في أي قضية، قضية أكيد أمنية يجيبوا لك بعض الوجوه هكذا، نفسهم يدوروا من قناة لقناة، وعندهم تنافس بيناتهم، كل واحد يحاول هو أنه يجلب المشاهدين ولا المتابعين للقناة نتاعو. ولكن باش راهم هما يحوسوا على المصلحة نتاع البلاد، للأسف الشديد فهمت، كاين ربما بعض الصحفيين هكذا اللي راهم هما يجتهدوا، قال مثلا عنده هامش من الحرية، والله يجتهد يحاول هو انه يدفع الامور الى الامام، ولكن الخط نتاع القناة ما يقدرش هو يوجهه.
بالتالي درك هذه النخب هذه اللي راك انت تحكي عليها بطبيعة الحال تتحمل المسؤولية نتاعها، من المفترض هو اللي يتحركوا، هم اللي يتحركوا خاصة في هذه الظروف. راك تشوف انت مثلا غير خونا هذا نتاع وش اسمه هذا نتاع مياش الغسيل هذا عياش هذا، شوف انت الشعب هو يتحرك من تلقاء نفسه، شعب هو مغروسة فيه للتضحية وحب الإثار، مغروسة فيه موجودة فيه. لما تشوف انت التضامن هذا وتشوف انت هذا التلاحم، تشوف انه ناس تنتقل من ولايات، كاين ناس راها تدي مثلا في الاليات نتاعها، كاين ناس اللي راها تدي في المؤونه، كاين ناس راها تروح حتى تبات ولو للتضامن. انا شفت واحد الاخ كذا راح من ولايه للمسيله ولو من اجل باب التضامن، حب يبات برا. يعني تشوف من انه المواطن الجزائري ما زلت موجوده فيه الكرامه، ما زلت موجوده فيه العزه، ما زلت موجود فيه هذه الروح نتاع التضامن. ولكن للاسف الشديد الناس هذو اللي من المفترض هما انه يقوموا ويوجهوا ويرشدوا، كل واحد ينتظر، فهمت؟ كل واحد ينتظر، وكاين ناس ما مش حابين هما انه يضحيوا، هذه المشكله. ما مش حابين هما انه قال لك مثلا يشوفوا واحد أم يسبوا فيه ولا راه يسخروا منه، والله قالوا دي انا ما راحش نتكلم لانه راح نتكلم انا راه راح يصرى لي كيما فلان وفلان. مش قادر هو انه يتحمل المسؤوليه. يا خويا يسبوك ربما حتى يضربوك، ولكن يجي نهار وين انه هذاك اللي يسبك ويجي يضربك ربما يجي حتى يقبل لك رجليك، لانه عارف اللي أكيد راهو كان يرتكب في حماقات وراه كذا. هما قاعدين ينتظروا، فهمت؟ ما مش حابين هما انه يتحملوا المسؤوليات نتاعهم، وما مش حابين هما انه يمشيوا للميدان ويقودوهم هذه الجحافل أستاذ الناس اللي راها تنتظر في موجه، تنتظر في مرشد، تنتظر في إنسان اللي هو راهو يبكي على البلاد وراهو مستعد على جال باش هو يقدم البلاد. للأسف الشديد ناس، كاين اللي راهو حب البريستيج، كاين اللي راهو حب يصنع اسم، كاين اللي راهو حب عنده أطماع يستعمل في قضية من أجل عجل باش قال يتفاوض مع ناس ولا كذا قناة والله كذا على جال باش يضغط بها باش يتفاوض مع ناس وياخذ قال صفقة والله كذا. ولكن حب الجزائر، التضحية من أجل الجزائر، للأسف الشديد يعني إلا ما أستاذ، رحم الله. ما تقدرش تقول باللي النخبة التفكير تاعها أنه يقول لك كأننا نكون في الواجهة، حتى الدعم الشعبي ما يكونش، يقول لك علاش أنا نضحي بنفسي ولا بمنصب تاعي ولا بأهلي وما عنديش الدعم الشعبي هذاك، حتى اللي كما يقولوا في الفيسبوك يقول لك راني معاك راني معاك، لكن لما يعني كما نقولوا تتبنى فكرة أو رأي راح تلقى الشعب بزاف جبد عليك. يعني ممكن هذا الخوف اللي خلاهم يعني شوف يجبدوا. شوف نقول لك القضية هذه انت انه يمشي معك الشعب، شعب مش قاطع انت غنم تسوقه، فهمت؟ شعب مش قاطع انت ايه غنم تاع انه انت دوك مثلا قال تطرح فكرة ويمشي معك. انت دوك مثلا جبت لي الانترنت، الانترنت ماشي كيف ما مثلا على ارض الواقع، فرق بين هو انك قال صح مثلا انت على ارض الميدان قال مثلا درك قضية مثل نتاع هذه، ناخذ مثلا كمثال هذه القضية نتاع خونا عياش في المسيلة. ايه المواطن راهو يشوف وراهو يتابع، علاش انت المواطن يروح هو يشكر هذاك خوه المواطن اللي راهو هو قدم له الدعم، وبين هو انه يجيه والي حتى انه حتى اذا كان راهو قال مثلا كان يتابع في القضية ولو من بعيد، ولكن يمقته. يمقته لماذا؟ لأنه هو هذاك المواطن اللي جاليه بماله الخاص، فهمت؟ جاليه بماله الخاص، راح جاب الآلية نتاعو والله جا هو وسهر معاه وراه يمشي معاه قلب ورب. ولكن هذاك المسؤول اللي راه هو في هذيك المسؤولية، رغم انه قادر هو يستعمل هذيك الشبكة نتاع العلاقات نتاعو، قال مثلا قادر هو ما عندوش الإمكانيات في الولاية نتاعو، مش مشكلة، ما عندكش آليات، ما عندكش ناس اللي راهم في المستوى، مش مشكلة. قال راه الولاية نتاعك نتاع المسيلة قال الله غالب، ما عندناش ناس محترفين بشكل اللي راهم موجودين في العاصمة، والله قادر انت تستعين. قال عيط الولي نتاع ورقلة مثلا، عيط انت الولي نتاع ورقلة قال سي محمد راه رانا في مصيبة، واش لو كان تشوف لنا جماعة ثم راه ما عندك شركات أجنبية، قال نشوفوا ترى القضية كيفاش نحلوها.
فالمواطن هو راه يتبع لما يشوفك انت باللي هاو الوالي راهو وقف وراهو تحرك وراهو بذل مجهود وكذا، من بعد هو يقف معاك. لكن لما انت تجي ليه وتقول له انت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، السيد موجوع، السيد خوه راهو حاصل عنده قداش من نهار في الاسبوع، حتى المواطن هذاك راهو راح يمشي معاك ما يمشيش معاك، ما يضمنش معاك وما يمشيش معاك. كذلك بهذا الناس هذو اللي راهم انت هذو المواطنين ولا اسمه انت المواطن راهو شوفوا راهو يتبع الانترنت ماشي كيما ارض الواقع. في الانترنت راه عندك مثلا قال واحد يكذب كذبه غدوه تبان. رانا نشوفوا مثلا قال لما تفجرت الاوضاع هذه فيما يسمى هذه بتاع الربيع العربي، كاين الناس اللي هما كانوا يدعيوا في الشعب للخروج للشارع، كانوا الناس يدعيوا للانتفاضه الشعبيه. دوك انت لما تجي تقول له انت باللي انا ما رانيش نحوس على الانتفاضه وراني كذا، الشعب يمشي معك ما يمشيش معك، لانه راهو يشوف فيك وراهو يراقب فيك وراهو يسمع فيك وراهو يتبع فيك. فهمت؟ أكيد الشعب أكيد مش غير فقط انت تدير نداء. شوف ما لازمش تغلط روحك، وما لازمش ثاني ايضا الاخوه والاخوات اللي راهم يتبعوا فينا، شوف كاين اللي راه هو يشري لا بيبليسيتي نتاعو. فهمت؟ صح يشريها. مثال ذلك الدكتور، تعتبر باللي رشيد نشكاز راه يشتري في بيبليسيتي تاعو، ولا شوف يعني نقول لك رشيد نكاز، ولا اسكو صح راه شكون كان حاب يقدم شوف دعم ولا؟ شوف نعطيك أمثلة من الواقع. جبت لي انت دوك هذا رشيد نكاز، رشيد نكاز هذا دوك الناس راهم يقولوا عليه باللي راهو مليونير، صح؟ أكيد يقولوا عليه باللي مليونير، فرضا باللي راهو مليونير، ولكن انا نشك ان السيد هذا بالنسبه لي انسان محتال. نعطيك امثله من الواقع، نعطيك امثله من الواقع. فرضا من انه هذا الشخص هذا راهو مليونير، راهو درك مثلا عنده، شفتوا انا يومين وثيام هكذا يعني على السريع ما نقدرش نتبعه لانه ما عنديش، تسمى يبان لي بلي مضيع نتاع وقت. راح لاسبانيا، راح لاسبانيا من اجل الحراقه. هم عندك الحراقه راهم في باريس، راهم في برباس، في برباس أكيد. بالمئات وبالالاف، راهم في برباس. هذا الانسان اللي يحب هو يعاون فهمت، يعاون الحراقه اللي راهم موجودين في برباس، فهمت، يدير لهم درك. قال مثلا ما قدرش تدير في الجزائر، السلطات الجزائريه راها منعتك من الاستثمار، ودوك نجيو للقضيه هذه بالذات نتاع الاستثمار، راها السلطات الجزائريه منعتك من الاستثمار. يا هل ترى السلطات الجزائريه منعتك من الاستثمار في فرنسا، في اسبانيا، حتى في بنغلاديش؟ نروح ندير انا شركات وراهم الشركات تاعو، وراهم العمال تاعو، وراهم قادر تخدم انت الجزائريين، هو انك انت تدير لهم هكذا يعني ابواب نتاع رزق يرتزقوا منها ويخدموا بها. صح. لكن صح. هو ماهوش يحوس على المعونه، هو يحوس صوتي على القضيه. كل ما ظهرت قضيه يحب يظهر هو انه على اساس انه راهو ضحيه، ويلعب في واحد الدور تاع تمثيل من اجل التلاعب بالعاطفه نتاع الناس. فهذه القضيه نتاع عياش، نتاع عياش، لماذا انت ما تحركتش من النهار الاول؟ لماذا ما تحركتش من النهار الثاني؟ حتى لما شافهم باللي حصلوا ما قدروش يخرجوه، يلا راح هو يتحرك. باش هو قال كان في الاول رايح للقضيه نتاع الغاز الصخري، ومن بعد والله تروح انت للشركات هذه. كيفاش انت الشركات هذه في فرنسا وفي قداش من دوله قاعد تتبع فيها، وتقول باللي ما عندهاش، ما لازمهاش تستثمر، وما لازمهاش هي تحتكر الغاز الصخري والبترول، ودوك الان رايح لها على الجنب باش تنقذك؟ كيفاش؟ تناقض كبير يعني. هو يصوتي على القضايا. شوف راح القضيه نتاع الخبر تاع الكابي سي هذه، لما شافهم قال مراهم رايحين هما يمدوها واسمو يشريها ربراب، دار بها. قال الا كان ما حبيتوش تعطيوها ربراب اعطيوها لي انا. انت عندك اموال، راهو كاين تسجيلات حتى وهما يحاوروا فيه في الشروق، يقول بالحرف الواحد باللي انا مانيش مستعد باش نستثمر مليم واحد في الجزائر. كيفاش انت راه تشري قناه؟ هو لا، هو على باله باللي راهم رايحين يرفضوا له، مش حاطينه في الحساب اصلا.
لكن هو يستعملها، وكاين مغفلين كثيرين من الشباب اللي هما يحسبوه باللي راهو رجل اعمال وراهو يقوم ب مش عارف كذا. هو راهو مستعمل هذيك القضيه نتاع الخمار ونتاع اسمه هذوك نتاع المغفلين هذوك، استعمل فيهم على جال باش دايرين جمعيه ومعاه ناس فرنسيين من اجل على جال باش يستعطفوا الناس اللي راهم في الخليج، والله على جال باش يدخلهم الاموال. قال راهو يسلك في الغرامات، هذه هي القضيه، فهمت؟ راهي يبين أيه. الشركات نتاعو هذه، يبين العمال نتاعو، يروح يبيع يعاون الناس. كيفاش انت قادر انت تشري كابيسي دير قناه فضائيه؟ شيش لك انك راجل، شيش لك انك سروال، عندك سروال تاع الرجاله، دير قاضي، دير قناه فضائيه، افتح قناه فضائيه، افتحها في اوروبا يعني عادي. ايه افتح في اوروبا، راه افتحها في اي دوله، ديرها في بنغلاديش، عندك صح. المال، يلا بين السواعد تاعك. سيد قاعد صباح مساء من طيارة لطيارة، كل ما ظهرت قضية يحب يركب عليها. كاين بعض الشباب اللي هما حقيقة ناقمين على الوضع في الجزائر، ويحوسوا على تغيير، يحوسوا على وجوه جديدة، ولكن موش هو إنسان نتاع تغيير، ولا إنسان اللي راهو يحوس على الخير نتاع البلاد. هو راهو كانوا في وقت من الأوقات كانوا حركوه ضد عمار سعداني وكذا، ولكن الان راه طفحت القضيه. غير الانسان اللي يتمصلو على ربي على عقله واش راه يدير له، ماهوش انسان اللي راه يحوس على القضيه أكيد أكيد الجزائريه وراه قال يحوس على. لو كان جات عنده نيه فعلا وجات عنده اموال فعلا لو كان استعملها. هاني انا ما عندي والو، فهمت؟ ما عندي والو، هاني دير تليفون بورتابل وهاني نهضر به صح. ونشارك الناس. عندي انا واش كنت عندي؟ عندي ميكرو اورديناتور وميكروفون كنت دير به اذاعه. كان جات عندي الاموال درت قناه فضائيه، ولو كان انا الجزائر نوضها، لو كان جات عندي الاموال الجزائر نوضها. ما عنده الاموال قاعد داير لي هاز لي تليفون وقاعد دور لي من بلاصه لبلاصه. ورا واش الشيء اللي دار، وري لي ترى اشياء اللي دار. كاش ما راهو خرج واحد قال مثلا قال دار له سكنه وسكنه، وروح غير اهل المنطقه نتاعو اهل البلاد نتاعو في 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 الشلف، هاو يروح يعاونهم. صح. هذه هي المساله. دكتور انت وش تشوف فيها يعني، انا لست كنصيحة ولا دكتور. كرؤية؟ معليش نعم يعني تفضل. انا اعطيتك مقام، اعطيتك مقام دكتور يعني. شكرا تفضل. يعني النصيحة كما نقولوا توجيه ولا نصيحة اللي تشوف تغيير يعني، كما نقولوا مرحلة بمرحلة يعني، وش هي في نظرك التغيير كيفاش راح يكون شوف انا النظام على بالك باللي راهو درك هو متحكم في الوسائل، متحكم في الامكانات. النظام اللي راهو عنده درك هو اللي راهو الاعلام تحت يديه، هو اللي راهو البنوك تحت يديه، هو اللي راهم هذا الناس اللي راهم في السلطه، راه الجيش، راهو الشرطه والدرك، راه كلها تحت المصير تاعهم. درك في الجزائر كاينه سياسه نتاع الغلق، هذه راها موجوده منذ زمان، وسياسة نتاع الاختراق ونتاع اللعب على الوقت واللعب بالموضوعات نتاع التاريخ وكذا. بالتالي درك في الجزائر الناس اللي هما يعملوا التغيير النظام راهو بالمرصاد لهم، هما ذوك الناس اللي راهم يتمتعوا يعني بهامش كبير من الحرية، هما الناس اللي راهم موجودين في الخارج. درك إذا كان هذا الناس اللي في الداخل هما ما قدروش، هذا الناس اللي راهم في الخارج قادرين يلعبوا دور. انا التعويل تاعي للناس اللي راهم في الخارج يعني في البدايه، كاين كوادر، كاين اطارات، كاين ناس اللي عندهم كفاءات راهم موجودين في الخارج، هذا الناس هما قادرين يلعبوا دور، وقادرين هما بدل من يا سيدي اذا كان ما قدرناش احنا نديروا مؤتمر في الداخل نديروه في الخارج. هذه الكفاءات اللي راهم موجودين في الخارج قادرين هما يجتمعوا في بلد محايد. قال مثلا فرنسا كاين بعض من الناس اللي عندهم حساسية من فرنسا بحكم الماضي، قال مثلا فرنسا استعمرت الجزائر وكذا وكذا وكذا، قادرين يديروا مؤتمر في بلجيكا في سويسرا في دولة تكون ما عندهاش عداء يعني هكذا تقليدي للجزائر، وتجتمع هذه الإرادات اللي راها موجودة في الخارج من الكفاءات من الإطارات، ويكون هناك مؤتمر تناقش
الناس على وش اسمه، على حكومه نتاع وحده وطنيه، ما نبقاوش حنا نستناو فيهم، هذا مابقاوش نستناو فيهم، لانه راك تشوف فيهم انت الان السيد راهو درك على فراش الموت، راهو عاجز عن الحركه، الناس تنتظر فيه على جال باش راحين يديروا ازمه. عنده 20 سنه هو في الحكم، بدل من انه هذا الندوه نتاع الوفاق اللي راهم يديروها، وكان داروها يا اخي، راهم داروها في 94 قبل ما يوصل هو للسلطه، لكن لما ما كانش الاراده يعني صادقه راحت فشلت، وحطموا هذيك اللقاء نتاع سانتيجيديو اللي داروه في ايطاليا، حطموه. الان راهم دوك يحوسوا على جال باش يديروا الندوه. هاد الناس اللي راهم في الخارج قادرين يلعبوا دور، خاصه من الناس اللي ما شاركوش في المسؤوليات نتاع في البلاد، يعني ما مش ملطخين وما مش مشوهين. الشباب راهو يبحث على ناس فعلا يحوسوا على تغيير حقيقي، ولكن ما لقاش مثل هذا الناس اللي انت راك كنت تحكي عليهم من قبل، تاع انه نخب، يعني تكون ناس واعيه، ناس عارفه المخاطر، والناس راها تقرا كيما نقولوا يعني من كل الزوايا، على جال باش هي تمنع البلاد من فلتان، لانه راهو قادر يحصل فلتان بين عشيه وضحاها، راهو غير ربي اللي على باله بها، راهو كاين تذمر. غير هذه الحاله نتاع خونا عياش تعطيك يعني فكره، كاين تذمر كبير. احتقان كبير. نعم. المهم راهم كاين اخوه اخرين، نحاولوا انه نشاركهم معنا في هذا النقاش. شكرا للاخ الكريم، شكرا، جزاك الله خير، قلت لي من السعوديه. شكرا. نلتقي ان شاء الله في فرصه اخرى. شكرا. نمر للاخوه اخرين. نشوف ترى هذا الاخ ولا الاخت، للأسف الشديد اللي ترمز للاسم نتاعك بنورهان. شوفوا ترى هذا محمد، شوفوا ترى للأسف الشديد الأخ محمد عندك مانع في الهاتف نتاعك. جمال، شوفوا ترى هذا أخونا جمال، صحيح الأخ مجنوم. في انتظار هو انه يلتحق خونا هذا. مرحبا بك الاخ جمال. للاسف الشديد خونا جمال دخل وخرج، قالك لا عاود حشم. شوفوا ترى هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بانديلا، انتظار هو أنه يطلع الأخ هذا ولا الأخت. مرة على مرة نحاول أن نقرأ بعض التعليقات تاعكم. مرحبا بك الأخت سمية، رواه يا سيدي، أعطينا أنت وش عندك. شوفوا ترى الأخت سمية، شوفوا ترى نعاود نقدروا نطلعوك. وارواحي وسيدي واعطينا، اعطينا الراي نتاعك، وماذا بنا عجل باش تبصرينا. الاخ عطافي، فيما يتعلق بالدوله العميقه، راهو كاين برنامج درناه على الاذاعه نتاع وطني منذ سنوات، بامكانك هو ان تبحث عليه في الموقع نتاع اليوتيوب وتلقاه، اكتب الدوله العميقه في الجزائر في اليوتيوب تلقاه، وراه فيه تفاصيل كثيره. هذه نتاع واحد دم كود يا راسو، اللي قلت لي على القراءة نتاع الأسماء، نتاع واحد راسو مكودي كيما نتا، فهمت؟ ما تقلقش روحك الأخ عمار، راني نشوف فيهم.
أنا معاهم معاهم، ما تقلقش روحك الأخ عمار. نشوفوا ترى الأخ هذا، نزيدو نعاودو نرجعوك المرة الثانية. الأخت سمية صحيح، الأخ أبو البراء ايه، ما من الموضوع هذاك نتاع الزواف الاخ عطافي رانا تحدثنا عليه. اخت سمية مرحبا بك. الو، اخت سلام سمية مرحبا بك. سلام الرحمة. اهلا وسهلا. تفضلي أخ سمير. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ جمال، قلتم بعد عاود تخرجت للأسف الشديد، خرجت الأخت هذه. المهم ربما راه عندها مشكل. أخ جمال راني دخلتك قبيل، نزيد نعاود سيدي نجرب معك المرة هذه، بالك لا تقدر تدخل، راني دخلتك قبيل وخرجت. سلام مسلم، ما عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. معنا الأستاذ. الأستاذ، المناقشة اللي تناقش فيها دركا موضوعية بموضوعية شاملة، راك غلط في المناقشة تاعك. تفضل اخويا صوبني. ما بين السلطة والدولة، هو بالمعطيات اللي عندنا درك، هو تم تغيير السلطة، فعليا تم تغيير السلطة. وين راه طاير؟ معطيات اللي يعني عندنا تقول باللي تم تغيير السلطة. وين راه؟ اعطيها لنا شي طالع الشعب هذي. وش اللي تغير؟ تم تغيير السلطة، ما قلناش تغير السلطة باش تتغير. تهضروا على المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية ما تقدرش تتم تغيير السلطة في 24 ساعة ولا 48 ساعة. مانيش نهضرك انا على تتم المؤسسة تغيير العسكرية، السلطة. نعم؟ مانيش نهضر كان على السلطة العسكرية، نعم؟ احنا نهضروا على النظام. النظام ما رانا نهضروا يتغيرش على أستاذ. الرجال. نعم؟ احنا ما نغلطوش، النظام ما راحش يتغير تاع الجزائر. نهضر على النظام، مش نهضر على السلطة العسكرية. النظام ما راحش يتغير. لا النظام كي نهضروا عن نظام في الجزائر، هو المؤسسة العسكرية. ما تقدرش تكذب، ما تقدرش تبدل الحقيقة أنه المؤسسة العسكرية هي نظام في الجزائر. فهمني يا أستاذ ولا مش فاهم؟ تقدر تقول لي جزء من النظام، تقدر تقول لي بس علاش هي النظام والإدارة والأحزاب والعقليات هذه اللي راها موجودة في المجتمع في كل المؤسسات. تمويه، هذا تمويه أستاذ، كيف هذا تمويه؟ نوع من التمويه، هذا نوع من التمويه. كي تحكي لي أنت كأستاذ مطلع على الأمور مجريات الحكم في الجزائر، ما نقولوش الدولة ولا الحكم في الجزائر، ما نحكوش موضوع آخر. شكون جاب الحكم للجزائر؟ شكون جاب شوف، الاستقلال خلينا للجزائر ننطلق من الواقع، خلينا ننطلق من فكر الواقع الأخ جمال، أصبر، خلينا ننطلق من نعم. الواقع. راه الآن أمامنا القضية هذه نتاع خونا، وش اسمه، خونا عياش في المسيلة. وش بقى القضية تعير؟ إيه درك راه من الآن إلى حد الآن، درك راه ما تجيبش أكثر من لا 7 أيام تقول لا مازال ما تقول لحقوش ليه وجبدوه. شوف، انا احنا ما نغلطوش، ما ننقدوش السلطة ولا ننقدوا الحكم، نظام الحكم على جل حاجة غلطة، كي يغلط ننقدوه صح، يا كي ماشي، يبان انا لي نهضرك على خاطئ بوتفليقة، غلطة. مانيش رايح نهضرك نعم، على بوتفليقة والله على القايد صالح، راني نهضرك على ما مستوى نهضروش، ما نهضروش محلي بحكم لا اننا اسمح نحكي على لي النظام، قبل ما لانه النظام هذا ماهوش قبل ما اشخاص نفوت ولا قبل نعم النظام هذا ما ماهوش سمعتكش اشخاص، أستاذ. مانيش رايح نحكيك انا لا على بوتفليقة ولا على القايد صالح، نحكيك درك على نعم، قضية هذه مثلا ناخذوها كمثال.
بحكم هو انه طب حنا رانا نحكيو على الواقع، نحكيك انت على النظام، انت تحكي لي تقول لي باللي المؤسسه العسكريه هي النظام. هاي دوك جبت لك انا حاجه من ارض الواقع، ونشوفوا الكلام اللي راني نقول فيه انا، ونشوفوا الكلام اللي راك تقول فيه انت. وريني ترى المؤسسه شيولي طب العسكريه دوك شيولي انا هنا على مستوى هذا في مدينه المسيله. هاي جيب لي، ترى قلت لي انت باللي النظام هو المؤسسه العسكريه، يعني جبت لك انا مثال على ارض الواقع. المواطن درك في اللي في وشيو مدينه المسيله، احكي لي وشيو ها مثلا وشي الغلطة في المسيل؟ كيفاش وين الغلطة راه في هذه المسيل ماشي هي مسؤولية من هذا الشخص نعم هذا اللي درك، مسؤولية من هذا الشخص هذا اللي درك عنده درك تقريبا 8 ايام وهو راه درك في أمبو، مسؤولية من؟ شكون؟ وين راه مسؤولية هذا العتاد؟ وين راه؟ مسؤولية النظام ها؟ أشكون مسؤولية النظام مسؤولية مسؤولية من؟ النظام شكون؟ مسؤولية الشعب في الموزمبيق؟ حاد لا لا حادثة حادثة شاذة دارت صخب إعلامي ما تحصيش وشي باش نتجاهلوا نحنا اللي هي مسؤولية واقعي صحيحة الناس اللي راهي تموت في البحر هذيك مسؤولية النظام والدولة أنا معاك بصح ما تجيبش ليا حالة شاذة إنه إنسان ربي يرحمه طاح في انتينات ما عم باليش أنا كيفاش إنه طاح والبومبي معاه والشعب معاه راح سيدي شوف، نفوت لك هذه، نفوت لك هذه قضية تاع المسيلة اللي خطر على لا بالي باللي يفوتوش ما لا راكش لا رايح لا تخرج منها. شوف زيد سيدي لعب نعاود الخفة جبد شوف انت لعب شرطة الخفة لعب الحراقة. الخفة لعب الخفة افهمني افهمني لعب الخفة وش يدير لك وهذه من حمق وغباء النظام فهمتني من حمق وغباء النظام انه يستعمل اشياء تدل على غباء تام نظامنا مشكلته مشكلته لازم يخلقوا له حكم غباء سياسي عنده نوع من غباء سياسي وممارسة السياسة في الجزائر ماتت آخر واحد كان يمارس السياسة مع بوتفليقة شتينا ما شتيناش بوتفليقة سياسي بامتياز وعم بالك وعم بالي باللي السياسي يستعمل الأساليب الكل تاعو نعم بوتفليقة من 2006 ما يستعملش السياسة ما كانش الند تاعو سياسيا باش يعني يهبط الطاغوت تاع بوتفليقة ولا غير بوتفليقة جماعة بوتفليقة اللي تحكوا عليها يمارسوا في نوع تاع السياسة فيه كلش ما عندناش سياسية نحن في الجزائر عندنا مرتزقة سياسية عندنا اللي حاب بريكولاج سياسي عندنا ناس تسقط بصح يكونوا واقعيين نكونوا أستاذ أنت ما دام ربي يبارك عندك ناس تتبع فيك لازم تبحث وش راك الفكرة اللي توصلها من الناس ما تخليش لاعب خفة يستعمل الخفة تاعه وهو راه لعبوا لنا اللعبة في بلاصة واحدة أخرى لازم تكون أنت سامحني يا أستاذ ما يجرفوكش في حاجة اللي شاتينهم هما شاتينك أنت والناس الكل يتجرفوا مع شيء وننسوا نحن شيء وشي مثال هو؟ نعطيك مثال وشي هو؟ هذه نعم وشي هو؟ وشي هو نهضر الشيء لك اللي حبيت تجيب لي بموضوعية ليه؟ شاملة ما نهضرش ليك حالات ايه احكي خاصة لنا، احكي لنا في الموضوع، وشي هو؟ موضوع نعم يحكي لي في الموضوع، جبت لك ذوك قضية، قلت لي كنا نحكيو على القضية نتاع النظام والسلطة، قلت لي أنت باللي خلنا النظام نوضح المؤسسة الحراكة ما العسكرية، الحراكة جبت لك مشكلة النظام اصبرني اصبرني، جبت لك انت انا مثال، ما قدرتش انت لانك ماكش قادر تجاوب، جبت لي انت موضوع الحراقه. خلي انا الموضوع نتاع المسيله ونروح لك الموضوع الحراقه سيدي. قلت لي انت باللي النظام هو تفضل المؤسسه العسكريه، هذا الموضوع نتاع الحراقه ده مسؤوليه من؟ مسؤوليه المؤسسه العسكريه ولا شكون؟ النظام يعني بدور مسؤولية المؤسسة العسكرية بدور كيفاش؟ مشكلة النظام مسؤولية النظام وين؟ ايه مسؤولية النظام مسؤولية النظام وبوتفليقة هو ولا خاطئ؟ نعم بوتفليقة هو ولا خاطئ؟ كيفاش هو ولا خاطر؟ بحكم ماذا انه بوتفليقة هو بحكم ماذا بحكم انه تحمل يمارس في السلطة بحكم انه يمارس في مانيش السلطة عارف هذا واش من منطقة راك تمشي بيه. ما فهمتني يا ما فهمتنيش يا فاهم كيفاش انت، وتمرر انت راك تدافع على بوتفليقة، تسمى شغل انت يا راك تنتقد في المؤسسة العسكرية
ترجعش، انا والحمد بوتفليقة ما انتقدتش المؤسسة العسكرية، ما لله. تردنيش باش ننتقد المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية ما تقدرش تتحرك بالطريقة اللي راك انت فاهمها، في خضم كاين سلطة، كاين واحد اسمه بوتفليقة وجماعته اللي مارسوا في سياسة داخلية وخارجية. ممكن كنت تحرك المؤسسة العسكرية بالطريقة اللي طلبها الشعب، تغيير السلطة وتغيير كذا، التغيير اللي كاين في الدولة درك. ممكن انتم ما تعاودوا تحضروا هضرة انه انقلاب زي ال91، او العسكر داير انقلاب. هو كيفاش الانقلاب راهو المؤسسة صاري وراهو العسكرية اللي راهو ما مؤسسة راهوش العسكرية؟ بالطريقة تاع الدبابة. والله مانيش فاهم انا هذا المنطق هذا اللي كنت تحكي به. من جهة تقول لي باللي المؤسسة العسكرية هي النظام، النظام يغير روحه ولا؟ ها نعم، كيفاش النظام يغيره؟ كيفاش ها النظام يتغير في رأيك؟ كيفاش النظام؟ لا، نظام تجري ترك يا استاذ. النظام هو العسكر في الجزائر، المؤسسه العسكريه. انا مش ندافع المؤسسه العسكريه ولا كونتر المؤسسه العسكريه، انا مش ضد ولا مع، نهضر المصطلحات. النظام الجزائري ما راحش يتبدل، شوف السؤال هذا تاعنا امر في هذا مفهوم. الموضوع، خليني نفوت لك الحراقة ونفوت لك موضوع المسيلة، عارف باللي ها عاود من بعد عاود اسمع الكلام تاعي. الموضوع تاعنا هو اليوم، انت راك مع تغيير هذا النظام في الجزائر، كيفاش نغيروه؟ اذا ما راكش مع تغيير النظام، هل ترى انت مع بقاء السلطة ولماذا؟ تفضل نمشي مع بقاء باش نمر السلطة، الإخوة آخرين. أنا ضد بقاء السلطة الحالية بكل مؤسسات السلطة اللي كاينة. أنا معاه كيما راهو، أي واحد باغي التغيير باغي يشوف حاجة أفضل. نعم، أنت مع التغيير، أنا مع التغيير، التغيير كيفاش وباش يكون يكون التغيير؟ كيف التغيير. يكون ما نقدرش التغيير؟ نديره، لا لا، ما نقدرش نديره أنا جزائري عادي ولا المواطن الجزائري يدير التغيير. هذه أوكي، ما شكون اللي تقدرش يديره؟ تدير، ما يقدرش يديرها. ونتحداك ونتحدى ألا 40 أودي مليون احنا مصري رانا نتناقشوش يعني داك انت بالتغيير. الكلام هذاك الزايد هذاك، اعطينا الراي نتاعك الفكره نتاعك بدون ما انت نوليو نقيسو في بعضنا نتحداك وكذا. قل لي انت يا بحكم هو انك انت قلت لي باللي راك مع التغيير، كيفاش نديرو التغيير؟ انا نقول لك كيف، انا يعني رايك كيفاش نديروا التغيير. التغيير اول حاجه هو تم بالفعل، عنده مده في المؤسسه العسكريه تم فيها التغيير، وش من تغيير تحوس عليه اللي انت راك تحوس عليه يعني في يكون؟ تغيير النظام. اول حاجه كاين عند حسب معلومات يعني انت راك تكون في الوقت هكذاك بريا مر الاخوة اخرين. شوفوا ترى هذا الاخ عادل أخ محمد، اصبر شوية دوك نشوف ترى. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ عمار. أخ شهاب، نعم اصبر يطلع الأخ هذا نشوف ترى وش يعطينا ومن بعد نمر لكم بالوحد. الأخ عادل راني دخلتك. المهم الإخوة والأخوات، أنا حاب نسمع الآراء نتاعكم، ولكن ما نحبش أنا واحد يستعمل التضليل. موضوع راه واضح، يا هل ترى راك مع النظام مع تغيير، يا هل ترى أنت راك مع بقاء الوضع؟ كي تقول لي أنت مثلا راك مع بقاء الوضع، أعطيني لماذا، أعطي الأدلة نتاعك لماذا أنت راك مع بقاء الوضع. كي تقول لي باللي أنت راك مع تغيير النظام، ايضا قل لي كيفاش. السؤال واضح يعني، ما فيهش يعني فلسفة ولا. شوفوا ترى مع الاخ هذا محمد، محمد اللي ترمز للاسم نتاعك محمد، يبدو انه عندك مشكلة. شوفوا ترى هذا مرحبا بك الأخ بوزيد، أهلا أستاذ، أهلا. تفضل الأخ باش راك بوزيد، أستاذ ربي يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الأخ بوزيد؟
أخ بوزيد من مستغانم ومقيم في العاصمة. مرحبا بك الأخ بوزيد، تفضل الأخ بوزيد إذا كان راك كنت تسمع في النقاش بيني وبين الأخ هذا جمال، ممكن إيه سمعت تنورنا. النقاش بيناتكم. احنا واش نقولوا، احنا ما احنا رانا ولاد الدولة ولاد المؤسسة، مي حابين الناس اللي يكونوا يحبوا الشعب برك سيتو. كيفاش شوفوا في هذا الشعب، احنا راهي احنا ولاد الدولة، احنا رانا ولاد الدولة اب عن جد، اللي شهيد اللي مجاهد اللي مجاهدين هادو الصغار تاع دروك، كاين مجاهدين تونس الخفا تاع دروك مجاهدين جدد ياك استاذ. ايه جدد اللي راهم اللي يجوزوا العشية السوداء ويجوزوا هذا ثاني ها يعتبروا مجاهدين. ايوه ايه احنا ما هذه بلادنا ما نكرهوهاش، مي واش نقول لهم، يحبوا الشعب يشوفوا في الشعب برك، ولكن كاش انت يكره بلاده. كمواطن جزائري كيفاش تشوف انت دوك مثلا في الوضع، يا هل ترى هذا الوضع يحتاج الى تغيير ام الى استمرارية؟ كيفاش راك تشوف انت في الوضع هذا دوك؟ كي نقولوا باللي التغيير، كيفاش يكون التغيير؟ وكي نقولوا باللي البقاء والاستمرارية، لماذا؟ احنا نقولوا لازم التغيير، بصح كيفاش التغيير؟ تغيير كيفاش التغيير؟ تغيير دوك يكونوا نعطيو ناس كمثال، ولاد. كمثال درك، ها درك كمثال درك مثلا راهو صرا مشكل في المسيلة، وكاين الناس اللي راهم يطالبوا باستقالة الوالي ولا بالتنحية نتاع الوالي. يعني هل ترى دوك حنا مثلا كي نحيو الوالي ولا نغيروا الوالي، يا هل ترى راح يتغير الوضع في المسيلة وفي بوسعادة وفي الدوائر المختلفة الأخرى، في المعاضيد، في الدوائر المختلفة اللي راه تابعة للولاية نتاع المسيلة؟ يا هل ترى راح يتغير الوضع؟ ما شكيش لا يتغير الوضع أستاذ، ما شكيش لا يتغير الوضع. دونك واش المطلوب؟ المطلوب احنا اولا، احنا يقول لك في كلام الله، ما يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بين انفسهم، يقوم ما يتغيروا في ذاتهم، يتغيروا الشعب يتغير في ذاته. واحنا شنو نقولوا، احنا يا نتمنوا الخير لهذه البلاد ونقول للدولة، لا راهي تشوف فينا الدولة هذه تبغي الشعب تاعها وخلاص، الخير تاعنا يقعد عنا. نعم فهمني أستاذ، نعم هذه شكرا هي. شكرا للأخ الكريم. نمر للإخوة آخرين. شوفوا ترى مع هذا الأخ، ولا الأخت هذه نورهان، الأخ ولا الأخت اللي ترمز للاسم نتاعك بنورهان، عندك خوشة هذا. شوفوا ترى مع هذا الإخوة اللي تقولوا لي باللي نطلعكم وطلبوا الإضافة حتى باش تخرج لي في القائمة نتاع الناس اللي راهم طلبوا الإضافة، من بعد نطلعك، ماشي تكتب لي تعليق وتقول لي طلعني. الأخ محمد صلاح، راني أعطيت الرأي نتاعي، عطيت الرأي نتاعي في وقت سابق باش ما نضرش نعاود نكرر في الكلام. مرات يحبوني نتكلم غير أنا، ويحبوني نسترسل في الكلام، ما يحبوش ينتظروا هكذا. للأسف شديد أنا راني نحاول هو أنه ندخل الإخوة هكذا على جال باش يشاركوا معنا في هذا النقاش. ايه اروح الاخ سمير، ما كان حتى مشكلة، اطلب الاضافة وندخلك، ما عندي حتى مشكلة. مرحبا بك سمير، ما عندكش، ما راكش موجود سمير، لازم تكون تستعمل الهاتف، فهمت الاخ سمير؟ لازمك تكون تستعمل الهاتف. ايه تفضل تفضل الاخ سمير. سمير لازمك تستعمل الهاتف. شوفوا ترى مع الأخ هذا مراد هاشمي،
راني قريت التعليق تاعك الاخ سمير. طلب الاضافه الاخ سمير، لازمك تكون تستعمل الهاتف وطلب الاضافه وندخلك دوك من بعد كي تدخل للقائمه نطلعك. في انتظار هو انه يلتحق بنا اخونا هذا مراد. للاسف الشديد الاخ مراد ما قدرتش نطلعك، طلعتك ولكن هبطت. شوفوا ترى هذا الاخ اللي يرمز للاسم نتاعو حسن، محمد حسن، يبدو هو ما فيا. راني قريت التعليق تاعك الاخ سمير وما راكش موجود في القائمه. شوفوا ترى الاخ عمار، اخ عمار من بعد عاود تهبط. خط ضعيف عندك. ايه صحيح، يطلب الهاتف الاخ سمير. شوف الى راك تستعمل في الهاتف الاخ سمير لازمك تكون عندك لابليكاسيون نتاع الفيسبوك، تدخل بلابليكاسيون نتاع الفيسبوك ما تدخلش عن طريق الجوجل كروم. وكاين بوطون ثم في وين تاع التعليقات، هو يخرج لك بوطون ثم على جال باش انت تطلب الاضافه، لازمك تكون مشغل نتاع في اسمه الهاتف نتاعك، كاينه امور لازمك تشغلها. شوفوا ترى الاخ عمار لا عاود يقدر يطلع، خونا عمار من البسكرة بالك لا عاود يقدر يطلع، راهو عنده مشكلة في الخط. أتمنى هو أنه يطلع خونا عمار. اصبر اللي ترمز الاسم نتاعك، بستغفر الله العظيم اخويا دوك ندخلو. اصبر برك دوك يشوفوا ترى مع خونا عمار، اذا كان ما قدرش يطلع وراه يشتكي من ضعف تاع الخط. المهم الاخوه والاخوات، كاين بعض من الناس اللي هما لما انت تتحدى على التغيير، كاين بعض من الناس اللي هما عندهم انتماءات وعندهم خلفيات، وكاين الناس اللي عندهم معلومات خاطئة، وكاين الناس اللي يجيو غير هكذاك برك، يجي هو ينطب يدخل في موضوع والله ما فاهم فيه لا كوش لا دروات. اصبر دوك تشوف ندخلك الاخ هذا اللي ترمز الاسم نتاعك. تهامي اصبر شوية، يراهم كاين قائمة، كاين في القائمة ما نقدرش بزاف، كاين واحد فرصة دوك اللي راني دخلته وما دخلش او دخل وخرج الله يسهل عليه، نمر لواحد اخر ما نبقاش انا نقعد نسيي معاه، لانه راح نسيي معاه راح نعاود نرجع لنفس النتيجه. نعطيه فرصه لواحد اخر وماذا بينا على الجل. الاخ بس نشوف هذا اللي يرمز الاسم نتاعو بالدنيا. ثامر مروش، للاسف الشديد راكم تعرفوا باللي اوا وقيلا رايحين نعاودوا نرجعوا للطريقه نتاع بكري برك، نديروا سكايب هو اللي راه رايح يحلها بهذه الطريقه. للاسف الشديد ما كاين ناس خاصه اللي راه موجودين في الجزائر الخط نتاعهم ضعيف، وبالتالي هما يتعطلوا وحنا نتعطلوا، نوليو نستعملوا الطريقه القديمه هذيك برك. هاك تشوف تقعد انت مع واحد دقيقه كامله وانت تنتظر فيه ومن بعد يروح. الاخ ولا الاخت اللي ترمز الاسم نتاعك بآراء بدنيا، راني دخلتك وما شوف ترى
بالنية محمد، شوفوا ترى هذا أخ بالنية بالك لا عود يطلع. الانتظار هو أنه يلحق هذا أخونا بالنية للأسف الشديد. يخي حالي محمد حسن، نفس الشيء الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بمحمد حسن. نشوف هذا اللي يرمز لل في انتظار هو أنه يدخل معنا. مرة على مرة نقرأ على بعض التعليقات. نرسيس، تغيير يحدث إذا كان أغلب الشعب واعي، متفق معك. مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. أستاذ راكم تحكيو في الموضوع، من قبل أنا أسأل في الموضوع هذا تاع الناس اللي حابة تغير كيفاه تغير، والناس اللي حابة مع بقاء النظام لماذا. أنا واحد من نعم الناس، ما نكذبش عليك، من الناس اللي حابة تغير، بيسك النظام هذا صافي 20 سنة هو حاكم، وبغى نغيره. لازم مش غير الشعب 20 سنة، أكثر من 20 سنة، مش غير 20 سنة. أكثر من 20 سنة، هذه 20 سنة اللي نفكروا فيها. مي بغى نغيره النظام هذا، لازم الشعب يغير من نفسه. مادام الشعب يتبع في المصلحة الشخصية، كل واحد يتبع في مصلحته الشخصية، واحد ما عملوش بجارو، واحد ما عملوش بخوه، ما قدروش نغير النظام هذا. نعم متفق تغيير معك. النظام لازم الشعب يدير اليد في اليد. نعم هذا واش كاين، هذا واش كاين، بيسك انا مانيش عايش في الجزائر، انا في فرنسا، عايش في نعم فرنسا الاسم نتاعك وقاعدين كيفاش نشوف. الأخ؟ عبد الناصر. عبد الناصر. انت انا راك عايش في فرنسا، تسمى راك تشوف باللي الخلل راه موجود في الشعب. الخلل راه موجود في الشعب. نعم هي وكيفاش بيسكت، الأخ عبد الناصر؟ لكن حبيس بقى نقول لك، الشعب هو اللي يمد الفرصة للنظام هذا باه باش يمشي يستمر. كيما هك. ايوه بارك الله فيك. بيسك الشعب ما دام يحوس على المصلحة، تحوس كي تحوس على المصلحة، تحوس على مصلحتي أنا كيما نحوس على جاري، كيما نحوس على الناس كامل. نعطيك مثال، واحد والله مانيش شايف واش من عام، المهم كي وصل الجهاز، وصل ولات الموضة هذيك تاع الناس تقفل الطريق والفوضى، ويقفلوا الطريق على بعضهم، وفات الشعب يقفل في الطريق على بعضه، يعطل في بعضه، اللي راح يخدم ما يروحش يخدم، واللي راح يقرا ما يروحش يقرا، واللي مريض راح للطبيب ما يروحش. تقفلت الطريق بسبب السكن، الناس تريكلامي السكنة، داروا ليستا سكنة، قاعدين يطعنوا في ناس ما عجبهمش الحال، كاين الناس ما تستاهلش وحال محطوطة، وكاين الناس، وكاينين أشخاص اللي بداو هاد المشكل هذا والفوضى هذه زعبارة والطريق بسبب تاع السكن. جا المير هضر معاهم، حكمهم، هضر معاهم، قنعهم باللي سي بون لا ليست تعاودو تديو السكنة. كي داو السكنة، ملي كان المير رئيس البلدية ماهوش مليح، الغدوة ولا مليح، علاه؟ من هما استفادوا؟ تسمى معناتها بلي نفسي نفسي. بارك الله فيك. وبات تغير اي حاجة على ما اظن راك متبعوش واش قاعد يصير لنا في فرنسا، نعم اصحاب الستارات الصفراء. نعم شوف الناس زيوا، الناس زيوا، الناس اليد في اليد، الناس اليد في اليد، ولكن هذو الناس الأخ، حقهم. الأخ عبد الناصر، هذو الناس اللي راك تحكي عليهم أنت في فرنسا، ذو ما راهمش يحكيو على، قال واحد راهو يحوس على حقه في السكنة ولا في العمل، ولا راهو هو عنده السكنة وعنده العمل وراهو يطمح إلى عيش واحد آخر. يطمع لحاجة واحدة أخرى، إيه هو
هو عنده بصح الطرقات وعنده مستشفيات وعنده كل شيء، الشيء اللي راهو وراه الحل وهذا إلى منو درجة من الوعي كبيرة. صح، هي كاينه هي صح، هما با وصلوا لهذه ثاني كانوا كي معاك. دابا حنا الشعب تاعنا اللي كان يحوس يبدل النظام ويحوس يغير من الدوله تاعنا وتولي دوله اللي لاباس عليها، بس من الاسف والله شي عيب، عيب وعار كيما الاخ اللي توفى في المسيرة الله يرحمه ويسع عليه، الله يصبر الأهل تاعو، يعني والله شيطان محال، شيطان محال، عيب. عندنا كل نهار الواحد يدخل ندخل الفيسبوك نشوف حوايج على بلادي ونحبنا، عاد نخاف، نخاف تشوف الناس ولاد مساكن مرض، الدولة ماهيش لاهية بهم، ما عندهم، ما كان مصالح تاع طب، ما عندنا والو، ما عندنا والو. الدواء اللي نشريوه من لي فارماسي تما مخدوع، يعني ما كانش حاجه اللي راح، ما كديش نشوفوا بلادنا باللي رايحه للخير. يبقى مادام ما قاديش نشوفوا بلادنا رايحه للخير محوسوا نبدلوا، يبقى نديروا اليد في اليد كامل، كي نضربوا على المصلحه تاعنا نضربوا على المصلحه تاع الشعب كامل. ما نضربش انا غير على روحي، ديت السكنه نسكت ونولي نشكر في الانسان هذاك اللي مدي السكنه، او انسان مليح وانسان في حلو منا، ولي كان معاك وما استفادش، صافي هذاك ولي ولا ماهوش مليح، صافي ولا المشكل هذاك هو اللي ماهوش مليح، مي تستفد سي بون، ما بقيتش تحكي، ما بقيتش ولا تغير، تغير الدوله وتغير النظام، ديجا الشعب يغير من نفسه. با ما نطولش عليك يا استاذ، الناس بالك تحب تهضر. شكرا. كاين فيه اخوة راهم يريكلاميو. فوالا بارك الله فيك، ربي الناس يبارك فيك الشعب الاخ يغير عبد من الناصر. نفسه. فيك بارك يا استاذ، وربي يكون في العون، شكرا والعون ربي يجبنا اللي فيها الخير ان شاء الله. شكرا ربي السلام يعيشك. عليكم. شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله. الاخ محمد حسن، زيد نعاود نعطيك الفرصة الا كان ما طلعتش المرة هذه للاسف الشديد. عندك مانع في الهاتف نتاعك الاخ محمد حسن؟ هذا الأخ فخري، شوفوا ترى هذا الأخ فخري. الأخ محمد حسن راني طلعتك كم من مرة ويبدو أنه عندك خلل في الهاتف نتاعك. شوفوا ترى مع هذا الأخ فخري هذا. والله الأخ طايلية. أنا مرحبا بك مرحبا الاخ بك الاخ فخر. السلام عليكم الاخ نور الدين. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حبيت نشاركك برك في هذا اللايف اللي راك نديرو. على الطريق يعني كما نقولوا احنا على التغيير هذا، ولا لازم يكون تغيير، كما نقولوا لازم يكون تغيير جذري لهذا النظام هذا. لا خاطر بلاك شتاك عندك بزاف، ما رحتش البلاد، ما من الشعب، ما من الشعب ثاني الاخ نور الدين. الشعب ثاني راه ولا، مش نقول لك الشعب مش متربي، ما نقولكش مي الشعب راح الشعب خلاص راح، كيما نقولوا احنا ان خيل في سد الشعب خلاص. نعطيك مثال، اري تاع عبيس خدموا لهم ديزاري تاع عبيس بار اكزومبل، لاري تاع عبيس واش دار له باش يكسروا؟ هذا ثاني النظام هو اللي دارها، النظام هو اللي قال له كسر لاري تاع عبيس. راك معايا؟ فهمتني؟ نعم نعم. لاري تاع البيس باغ اكزومبل، هذه قلت لها موندر دي شوز، داروا لهم باغ اكزومبل المره الاخرى هذه، داروا لهم لي تران، هذوك تران فايت عليه هو يكسر فيه، يكسر له في الزجاج تاعو. علاه؟ علاه؟ ثاني النظام ثاني قال لهم النظام ثاني يخرجوا ثاني كسروا ولا كسروا ولا تراو فايت عليكم. مام ثاني الشعب ثاني راهو مسؤوليه كبيره للشعب. نعم متفق معك، ولكن شكون هو المسؤول؟ المسؤول، شوف كاين انا اخ فخر نتكلم فينا، راني نتكلم فيك، راني نتكلم فيكم فرنسا. شوف لا فخر، بس راني نروح بزاف، نروح بزاف للبلاد. لا 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 ل
الشيء اللي ربما 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 درك فيه هو انه مثلا تدير لي مثلا قطار والله دير لي مستشفى ولا دير لي طريق ولا اي حاجه مدرسه ولكن هذا المواطن مش متكون مش مستقر فيه فرق بين فرق بين هو انك انت قال من نضرب وعندك دير مستشفى ولا دير طائر ولا دير باخره ولا دير ولا دير اي حاجه المواطن هذا فرق وعنده وعي بحيث هو انه مثلا المواطن الاخر انت في فرنسا لما تخرج من المتر وانت راك هاز الدخان المواطن راه ما عرفش النظام المواطن راه ما عرفش الدخان راه الناس اللي عندنا ما تشكرتيش قال لي ايه نو انا معك في هذه حنا دوك باغ اكزومبل انا دوك كي نروح للبلاد شغل بالطريقه اللي ولفناها هنا في فرنسا عاد كي نجي داخل باغ اكزومبل انا ما تسمى مانيش في مار يعني هكذا نتكيف ساعه ساعه وين نتكيف الدخان كي عاد كي نجي داخل القهوه باغ اكزومبل في البلاد نجي داخل القهوه نطيش الدخان من يدي باسكو شغل ولفت هذيك العاده هذيك لهنا اني ما نتكيفش لداخل في القهوه ولا في بلاصه كيما هكذا بصح بصح الحاجه اللي مساله هي المسؤوليه لما تعاود كما نقولوا احنا اللي كوين قاسونا في قانون الاسره هما اللي فسدوا لنا المجتمع تاعو قانون الاسره راحوا فسدوا المجتمع كامل الاخ نور الدين ما من المنظومه التربويه عندها قداش عام حسب قداش عندها من عام المنظومه التربويه راه مهدموها منظومه تربويه بالنسبه لي المشكل راه موجود في النظام وموجود في الشعب في زوج مسؤولية في زوج في زوج ماشي غير ما نقولوش غير النظام باسكو انا نامن بحاجه يقول لك لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم باسكو هما كيما نقول باسكو هما الشعب ثاني هو ولا مام على بعضاه ولا على بعضاه ولا مغلل على بعضاه انت انسان ما تعرفوش تلقاه حاقد عليك تلقاه حاجه كيما هكذا صح ايه ما تعرفوش دوك باغ اكزومبل دوكا كنت هنا في اللايف او كاين اللي ماهوش باغيك ماهوش ما يبغيش هذا نور الدين خبابه ما يبغيش راك معايا علاش تبع فيا كاينه والله راني غلط كاينه ايه دوك الشعب ثاني الشعب مسؤوليه تاع الشعب ومسؤوليه تاع النظام وما نعرف راه يتخلط وربي ربي يجيب الخير ان شاء الله أمين يا رب شكرا الإخوة اللي راكم تقولوا لي باللي كاين فيه خلل في الصوت الآن راهو الصوت كاين فيه خلل ولا ما كانش الإخوة اللي راكم متواجدين معنا هاي شوف الصوت غير واضح لا ما ظنيتش باللي راهو الصوت الان خلاص اوكي ما المشكل ربما من الاخ هذاك اللي كان معنا الاخ وللاسف الشديد ما قدرتش تدخل الأخ اللي ترمز للأسم تاعك بفرفوري نفس الشيء عندك مشكلة هذا اللي تاعو الباريزيان شوفوا ترى بالك يكون الخط تاعو مليح الإخوة اللي تقولوا لي باللي أضيفنا مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم كيفك أستاذ علي نسمع فيك تفضل الحمد لله الله يبارك فيك احنا ما بدينا على التغيير التغيير نبدأ بالشعب اليد في اليد قدم الاخ قدم شويه الميكرو ليك باش نسمعوك مليح راه الصوت شويه بعيد شويه ملحنه يقول لك شويه ملحنه وشويه مرطوبه اليدين نعم ايوا حنايا الشعب
نقسم بالبزاف، نقسم بالبزاف. فاشل الأخ يتواعاو شوية، نديرو اليد في اليد، نغيرو البلاد. نعم متفق معك. نقابلين البلاد ولاد فرنسا، هذه نقاب حزب أفلا حزب فرنسي، هذه. السلام عليكم. من اللي راك تكلم فينا الأخ؟ ما عندي انا، مانيش كيما يقول لك حتى. راهو الصوت تاعك، المهم الصوت تاعك شويه تعبان. شوفوا ترى هذا المجنوم ولا مجنوم، شوفوا ترى هذا عندك محمد بن عجيمية. نزيد نعاود المرة هذه بلك لعل الله تفوت. نفس الشيء عمار خوشة، نشوفه ترى. نفس الشيء الأخ عمار نورهان، نفس الشيء. أنديلا ما كانش من هذه الأخ طاهر العصري، قلت لي خلط الدين بالسياسة من أهم أسباب تقهقر المسلمين، كانش من هذه خلاص. فهمت؟ قل لي خلط السياسة بالدعوة معاك. الأخ ولا الأخت هذه اللي في انتظار، ربي يبارك فيك. الأخ إسماعيل عندك مشكلة، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بجنوم ولا مجنوم ولا، راني دخلتك الأخ الكريم، عندك مانع في الهاتف نتاعك. ما تزعفش الأخ صلاح الدين، ما ظنيتش الأخ عطافي. ممكن المؤسسة نتاع الجيش تساهم ولا تكون هي الضامن، لكن التغيير ما يجيش من مؤسسة نتاع الجيش، لأنه التغيير قضية قناعة، ماهيش حاجة تحتمها. واش كيفاش؟ وقولوا مثلا مؤسسة تاع الجيش راه منحوا مثلا لافامي تاع بوتفليقة وجابوا مجموعة أخرى، ومن بعد تمشي الشعب باش تمشيها بالشطرب. قضية قناعة، لازم تكون قناعة نابعة من عند الشعب. لما الشعب هو ما تكونش عنده القناعة والقابلية للتغيير، التغيير ما يشرع ريح يفرض. مرات هو أنه يفرض روحه لما تكون كاينة القابلية نتاع التغيير، لكن لما تكون القابلية ما كانش. في واحد انت ذكره ساكن في براكة، فهمت، وراه راضي هو باش يسكن في البراكة هذه، راه هو راضي بها. النهار اللي هو يقتنع لجل باش يخرج من البراكة هذيك ويسكن هو في سكن واحد آخر ويعمل باش يحقق هذاك الحلم نتاعو، من بعد يحصل التغيير. التغيير مش هدية، فهمت، التغيير لازم يكون نابع من الإرادة نتاع الشعب، ولازم له عمل طويل ومستمر. نزيد نعاود نجرب معاك الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك، استغفر الله، أتمنى هو أن المرة هذه تطلع. الإخوة اللي جربت معاكم نعطيكم يعني فرصة فرصتين، ولكن ما نبقاش مستمر في التجربة كل مرة. وعليكم السلام، مرحبا. وش راك أستاذك بخير لاباس؟ الله يبارك فيك. الاسم ومن راك تكلم فيه؟ الأهل والأولاد. الله يبارك فيك أخويا. الله يسلمك. اسم تاعي عبد الخالق، أكلمك من المدينة المنورة السعودية. مرحبا بك الأخ عبد الخالق، ومرحبا بخوتنا اللي راهم يسمعوا فينا من المدينة المنورة.
الله يبارك فيك. بالمناسبة أستاذ، أنا يعني ما نعرفكش إلا منذ مدة، منذ سنة، ويعني متبع يعني الكثير من المعارضين أو يعني اللي نشطوا سواء في الداخل والخارج، نعم ويعني ماشي مجاملة، وجدتك يعني عقلاني ويعني وتحب الصالح تاع العام، إن شاء الله ونسأل لك التوفيق إن شاء الله. ربي يباركك يا خويا، عاونونا. قول الأخ انا عبد الخالق. استاذ اراني يعني في العام القادم مقبل على مرحله الماجستير تخصص الشريعه ربي يوفقك الاسلاميه. إن شاء الله، الله ربي يبارك يوفقك إن فيك. شاء الله، وربي إن شاء الله يجعلك ذخر لهذه الأمة. الله يبارك فيك استاذ، وانتم كذلك. بالنسبه للمداخله، يعني عندي مداخله وعندي سؤال لو تسمح نعم لي. تفضل. بالنسبه للمداخله، يعني أنا لا أظن أنه من لديه عقل يريد بقاء هذا النظام، لأن النظام أعطي فرصة، الشعب لم يعطي له فرصة أولا، هو أعطى نفسه فرص كثيرة، وهذا النظام أصبح مهترئ لا يستطيع الدفاع عن نفسه. الرئيس يعني كما نقول احنا راهو يعني الجميع يعرفوا الحالة الصحة تاعه، فبالتالي نحن بحاجة إلى التغيير، ولكن المشكلة ليس في هذا، المشكل كيفية التغيير. بالنسبة إلي كيفية التغيير، أول شيء يعني الغالب في الجزائريين أنهم يعني عندهم حسن نية ويحبوا البلاد وهكذا، لكن البعض يعني ما عندوش وعي، وبعضهم يعني الهاتوا الحياة والهاتوا الضغط هذا اللي ولدته السلطة، تخدم من الصباح حتى العشية، يقول لك أنا مانيش فارغ لهذه الأمور وهذه التفاهات، وبعضهم مسكين يتبع هكذاك برك. فالحل لتغيير هذا النظام برأيي شيئين. الشيء الأول هو الحوار بين الجزائريين ككل، بين القبائل، بين الصوارة الطائفية، جميع الشرائح، حول ما يعني وسائل التواصل، واسمه هذه وسائل التواصل الاجتماعي، في المقاهي، في المساجد، في جميع الأماكن، حوار. أروح نتكلموا مثلا على النزاع العرقي، أروح نتكلموا مثلا بكيفاش نحلوا المأساة، أروح هذه اللي مرت في التسعينات، أروح مثلا نتكلموا عن الرشوة، نتكلموا عن هذه الأمور. إذا تعدينا المرحلة هذه أو قطعنا شوط منها، يأتي عملية تصدي أهل الحل والعقد لفترة يعني تعدية الجزائر إلى بر الأمام، يظهروا تسمى واش شخصيات فهمت من خلال أهل الكلام الحل. تاعك الاخ عبد الخالق، هو تسمى لازم يكون هناك حوار مجتمعي، يعني تسمى حوار داخل المجتمع يسبق الامور السياسيه الاخرى. بارك الله فيك. تهيئة أرضية في هذا اللايف، في هذا اللايف يعني مع احتراماتي اسمح لي، قد تجد يعني الحاقد، وتجد الحاسد، وتجد اللي ما يحبكش، وتجد اللي عنده حقد. وكيفاش حنايا حابين نوحدوا الرأي تاعنا، نختاروا رئيس واحد، نختاروا مشروع واحد، وحنا مختلفين. نعم هم قبائل ما يحبوش العرب، هم العرب ما يحبوش القبائل، ها واحد كيما نقولوا احنا عنده فكر متطرف، ها واحد ما على بال. فنحن بحاجة إلى مصالحة حقيقية كما ذكرتم، محتاجين إلى حب، يعني تحاب الشعب، يتحاوروا، يعني تقوم هناك صفحات مسؤولة أناس معروفين، ماشي يعني بغض النظر يعني اللي سمعنا حول هؤلاء المشطوبين وغيرهم. يعني أنا برأيي أنه يعني احتجاجات هوجاء لا تحمل يعني أي مشروع. حتى بعض المعارضين أنا يعني كنت أسمع فيهم يتكلم النظام والنظام والنظام، لكن لا يحمل رؤية سياسية، لا يحمل نعم مشروع ينقذ يريد في إنقاذ الجزائر. فبعد الحوار وتهيئة الأرضية، سواء الشخصيات هذه أهل الحل والعقد يتصداوا وهما يبرزوا نفسهم، بعد ما يشوفوا الشعب راهو حاب للتغيير. بعض الشخصيات تريد التغيير، ولكن يعني كما تقول احنا خايفة، ولا كما نقول احنا يقول لك انا الشعب ما يقفش معايا، لكن لما يشوفوا الأرضية جاهزة ويشوفوا في حوار ويشوفوا يا سيدي برك 40% من الشعب يحاول التغيير، يتصدوا، ويعني يكون مجموعة من المفكرين السياسيين الأئمة هكذا، ويديروا مؤتمر ما لازم ويمشوا تكون الحوار حاضنة، حاضنة شعبية. حاضنة شعبية، وبعدين كما نقول احنا حاضنة سياسية لشخصيات يتفقوا على مشروع لإنقاذ الجزائر، وما اختلف فيه يطرحوه للشعب. معليش بصح، ماشي انت نعم مثلا تقول لي انت مثلا تجي دير استفتاء للشعب كيفاش نديره وكيفاش هكذا. راه عمر رضي الله عنه ولكن هذه الأخ نعم عبد الخالق، تفضل. هذه المسألة هذه اللي انت راك طرحتها هذه راها تتم في لما تكون، يعني يكون عندنا متسع من الوقت. صحيح
فهمت درك مثلا ناخذ كمثال درك هذا خونا اللي راه موجود في المسيلة الناس راها درك راها تحاول بأي طريقة كيفاش يجبدوه. احنا درك ما نبقاوش احنا نحكيو، فهمت؟ نفس الشيء بالنسبة للنظام. درك النظام بوتفليقة راهو مريض، راهو كما كنت تقول انت راهو في حالة يرثى لها، وناس كثيرين راهم في السلطة راهو تقدم بهم السن، والمواطن الجزائري راهو ارتوى بكثير من الأحقاد اللي كنت انت تحكي عليها، وصارت فيه كهرباء بين المواطنين. ما كانش يعني قال مثلا عوض، قال مثلا واحد يسمح من حقه شوية على جل باش نقدروا نلقاو طريقة هكذا اللي نتوافقوا بها ولا اللي نمروا بها المسائل، تلقى ناس تدخل وتزيد هي توسي في هذه الصراعات. والآن في الجزائر الوضع اللي راه موجود في على كل المستويات وعلى كل الأصعدة وضع مكهرب، فهمت؟ يعني صحيح مثلا ناخذ دائما هذه القضية هذه نتاع خونا عياش هذه، شوف انت مثلا بدل من أن الناس تخدم مخها تخدم اسمك، تشوف انت ناس تخدم في الريسك، تخدم في اخطار مكان لا، قال مثلا علامات، فهمت؟ قالوا دي راه هنا خطر ما تقربش لهنا، وراه مدايرين قال مثلا كيما راه الدول يا صاحبي ما مش قادرين يديروا بلاستيك برك، قالوا دي ما لازمش تمر منا، راه قادر انت دوك مثلا تجي انت تمنع واحد قادر تزيد تقتلو، فهمتني؟ دوك تشوف انت يا هاد الناس اللي راهم دركا موجودين في الشعب مثل ما كانوا يحكيوا الاخوه الاخرين، كاين فيه حساسيات، كاين فيه صراعات، كاين فيه وسمو، وحنا محتاجين الحل العاجل. ماناش كيما نقولوا دوك مثلا قال صحيح هو انه المشروع هذا لازم يكون عنده بعد النظر ولازم تكون عنده استراتيجيه ولازم يكون يعني على المدى الطويل، ولكن في الوقت الحالي احنا رانا محتاجين الحل عاجل. لانه لما انت ما تديرش هذاك الحل العاجل فيما بعد راهو راح يفرض عليك بالقوه، وتولي انت فيما بعد ما تقدرش انت يعني مثل ما نقولوا مثلا انت مثلا يعني مثال هكذا نحب ساعه نجيب امثله هكذا، قال مثلا ترك تشوف الاحوال الجويه وراك تشوف انت باللي راهو كاينه حاجه راها جايه، احوال الجويه راها من خلال السحب من خلال الرياح من خلال الروائح راها تنبئ باللي راهو كاين اعصار راهو جاي. دوك يا اما هو انك انت تحضر روحك لهذاك الاعصار، توسي انت الطرقات، قال الشبكات هذيك اللي راها متواجده تحاول انت كيفاش تلقى طرق على جال باش لما تجي المياه ولو على الاقل انت تخفف من الخسائر، تقعد انت قال والله ودي واش رايكم حقا نحكي، وتقعد انت تحكي، فهمتني؟ دوك حنا رانا محتاجين الحل العاجل، حل عاجل. صحيح. شوف راك تشوف درك مثلا الناس هذو اللي راهم في السلطه وعلى راسهم هذو الجماعه نتاع بوتفليقه راهم دركا من خلال هذا الشيء اللي راهم الان دوك يتحدثوا عليه، راهم يتحدثوا درك مثلا واسمو قال الندوه نتاع الوفاق الوطني جماعه نتاع حمص هذوك راهم درك بعد مده بعد ما كانوا مع النظام وبعد ما كانوا كذا اقتنعوا هما بهذه القضيه نتاع التوافق الوطني، في ناس اخرين كانوا منضوين تاع حركه حمص ايضا راهم داروا مبادره راهم يسعوا لها قال الجزائر للجميع، والمهم راهم كلهم يدوروا في هذا الاطار نتاع المصالحه الحقيقيه، ولكن ما عندهمش الشجاعه باش يقولوه. صحيح. لكن شوف اسمح لي استاذ، يعني انا قصدي يعني الحوار حتى كذلك يعني لا يتعارض مع اللي هو الحل الثاني اللي لا, هو لا, يعني لا 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 كي اسمح لي بك، فرق بين هو انه قال مثلا الناس تهتدي المشروع الوعي، وقال الوعي وقال صحيح. من بعد هذا الحوار يكون داخل المجتمع من خلال هذه الوسائل التواصل ومن خلال القنوات الفضائية من خلال الصحف من خلال المواد المستديرة في المقاهي في المساجد في كل مكان يكون هناك حوار في المجتمع. هذه معاك، هذه اني معاك متفق معاك، بالعكس هذه احنا رانا نعملها. اسمح لي شوف استاذ، شوف اسمح لي، انا بالنسبة لي التوافق هذا اللي داروه السلطة لا يعني لي شيء، لانه هذا فيه 90% اقصاء، داروا توافق ما بيناتهم هما، ما بين تاع حمص ما بين تاع ما على باليش هذاك هذوك عمار غور والاخر، يعني حبوا يتقاسموا ما بيناتهم هما.
فهذا ما هوش كما نقولوا حنا وفاق الوطني الحقيقي. الوفاق الوطني الحقيقي هو بدون إقصاء الذين من الخارج، الذين من الداخل، كافة التيارات، كافة المنحنيات، ويكون هناك شخصيات الناس تتبع فيهم، كما مثلا عمر رضي الله عنه قبل ما يموت جعل 6 من أهل الشورى هم اللي جعل فيهم الحل والعقد. فيعني لما يتصدوا ان شخصيات مثلا زاهدين في السلطه نزيهين لا يكونوا من ضمن هؤلاء الاحزاب، لان هؤلاء الاحزاب المعارضه يعارضون بقدر ما تسمح لهم السلطه، دير هاك دير هاك ما ديرش هاك، تسمى. لانه واش بدون فهمت من خلال شخصيات. الكلام تاعك واش فهمت من خلال الكلام تاعك رانا تقريبا في نفس في نفس الخط، ربما بالك لو ربما خانك التعبير، ولا ربما تسمى نعم انت صحيح واش اللي تحوس عليه هو انه يكون هناك اشراك الشعب. صحيح، إشراك شعب مع يعني شخصيات وطنية هي اللي تسير هذه المرحلة اللي هي مرحلة الحوار ومرحلة إشراك الشعب ومرحلة المصالحة الوطنية، وبعدين تسلمها كما نقولوا احنا الشعب هو اللي يختار نعم متفق يعني معك. كما نقول احنا الرئيس. لكن معليش بالنسبة للإضافة، لماذا أنا قلت لك يعني شخصيات تتصدى؟ لأنه الآن القضايا الآن المعاصرة، نجيب لك مثلا تاع عبدو سمار، تاع عدنان ملاح، تاع ما على باليش، الناس راهي تتبع، راهو يقول لك عدنان ملاح ونتبعوه يا ودي، راهو ضد ما على باليش ويعتصموا، هو راهو يخدم في جهة ما، يعارض لك في الساعد نعم بوتفليقة، هو راهو يخدم في جناح واحد آخر. نعم فالشخصيات هذه اللي تظهر هي اللي توعي، هي اللي تصنع مشروع مع الشعب. هي تصنع مشروع وتصنع توافق ما بيناتها وتقدمه للشعب، وش اختلفوا يعطوه للصناديق. نعم نعم متفق وبالنسبة معك. للشيخ يعني باش ما نطولش عليك، بالنسبة يعني للسؤال حبيت نوجه لك سؤال، يعني ما واجب يعني الأكاديميين أو يعني المدرسين أو الدكاترة مثلا في صناعة الوعي لدى يعني الجزائريين؟ هل بفتح صفحات، هل مثلا ب يعني كما تدير مثلا انت يعني لايفات او منشورات؟ ايه لازم يتحركوا، لازم يتحركوا. انا واحد من الناس دائما نقولها، انا اعتبروني قرصون. قال درك مثلا واحد من الاكاديميين هو راه قال مثلا ما عندوش وسيله اللي مثلا يتواصل بها مع الناس، والله ما عندوش واسمه قال معرفه، والله قال ما لقاش الطريقه اللي كيفاش هو يصل بها للناس. والله احنا درك هذه الصفحه نحوسوا على جال باش نقدموا بها خدمه للمجتمع. دوك انت لما يبانوا مثلا درك مجموعه من الاكاديميين هذو في مستويات مختلفه، راك تشوف دوك مثلا الحوار بيني وبينك وبين هو انه واحد يجي يدخل ما تشوفوش ومن بعد يقطع عليك، فهمت؟ هو هذيك الامور متعمده، ماشي غير هكذا كبر. يدخلوا هما من اجل تشويش، من اجل تسميم النقاشات. دوك حنا لما يبانوا هذ الناس اللي يحملون افكار ومن بعد الناس تخدم مع بعضها البعض، ويكون نقاش عنده مستوى راقي، فهمتني؟ يكون عنده مستوى راقي من الاحترام وكذا. هذ الناس هذ العملة من بعد يراها راح تطرد هذيك الرداءة، راح تطرد هذوك الناس اللي راهم دوك هما يسعون لتشتيت المجتمع، وعلى جال باش هما يمنعوا كل مرة لما تجي فرصة للمجتمع اللي ما من شأنها هو أنه تتوحد هذيك الإطارات وهذيك الكفاءات اللي هي من شأنها على جال باش هي تدفع، على جال باش يكون هناك تغيير تحقيق حقيقي، يصيروا هذا الناس هذو هما راهم هما يخللهم الجو. أنا صحيح، شخصيا معليش دائما اسمح لي نقولها قاسما بالله، لو كان لقيت ناس في المستوى والله ما نتقدم. أنا نعطي لهم الصفحة هذه، نعطيها لهم تاع ما الصفحة كانش. تاع انا المصالح، نعطيها لهم. معليش اسمح لي، انا شفنا يعني تدخلات مقبل، يعني تدخلات توجع الراس، يعني ناس هي. كأنه يعني مسكين يعني مريض يعني. لذلك هذا نسميه عندنا الذباب الإلكتروني. الذباب الإلكتروني هذا همه وشنو؟ قاعد خالص يضرب لاتاي والبيستاش ويشوش. تجي انت مثلا يعني تجي تهاجم سعيد بوتفليقه، والله ما يهدر معاك، تهاجم طرطاق ما يهدرش معاك، لكن يشوفوا 2 3 يهدروا في حوار، يهدروا في مصالحه، يهدروا انه الشعب يتوحد، يجي لك يبدا يشوش ايه عليك لانه ويهدر عارف عليك باللي ويمشي هذاك هو عليك. الشيء، هو الوعي الحقيقي هو اللي يزعجهم. هو اللي ما يخدمهمش، لأنه لو ايه الشعب اتحد وهناك وعي، لأنه العصابة وأولادها وأجدادها ومن الجذور راح تتنحى، فهو ايوه ما يخدموش.
بالعكس مثلا انت لو الوعي لو جاء شخص الحقيقي، بارك الله فيك، الوعي الحقيقي والتغيير الحقيقي هذاك ما يساعدهمش. هما صحيح. شوف منين يخافوا من الناس اللي عندهم افكار، ما يخافوش من واحد عنده شعبية ولكن يدخلوها من بعد يخترقوها، من بعد يميعوها، من بعد يحركوها كما تحب. هما الناس اللي يقلقوهم هما الناس اللي يحملون مشاريع ويحملون افكار. احنا درك نتايا لو كان راه الناس عندها مشاريع وعندها افكار في الجزائر، بالمشاريع وبالافكار اللي انت تنهض بالاقتصاد، تنهض بالثقافة، تنهض صحيح بالدعوة، صحيح تنهض انت بالاخلاق، وتنهض بالاسره، وتنهض بالاقتصاد، وتنهض صحيح بالاعلام، وتنهض بالمؤسسه نتاع الجيش، وتنهض بكل القطاعات في الرياضه في كل المجالات. لكن لما صحيح تكون انت ما صحيح عندكش افكار مثل هذاك الانسان القمرجي اللي راهو هو دوك عنده الاموال ولكن ما عندوش كيفاش يصرفها، ما عندوش كيفاش يصرف فيها. كاين الناس اللي راهو هما خسر درك صحيح ما عندهمش افكار، فهمت؟ كاين تلقى راه عنده مثلا، راك تشوف فيهم برك، وين تلقى مثلا يعني في المجتمع وفي الاسره. انا لحقت مثلا بكري، وربما راهم كاين اخوه اللي راهم يسمعوا فيا يعني لحقوا بهذا الوقت هذا. شوف تلقى امراه في البيت، الدار هذيك ما فيها والو، الدار تاع تراب والحيوط تاع تراب، لكن تدخل للدار هذيك تلقى عندها غير مطلع ولا حصيرة ولا بساط، ولكن تدخل تحس بالنظافة في الدار هذيك، تدخل تحس بالقناعة في الدار هذيك، تدخل تحس صحيح براحة في هذيك الدار هذيك. لكن في المقابل تروح للدار تلقاها قصر، وتلقاها ما على باليش انا واش كاين، ولكن لما تدخل تحس بالضيق، تحس بواحد الجو، فهمتني؟ صحيح لأن هذا العبرة ليس بالمظاهر، يتعلق العبرة بالأفكار، بالجواهر يعني. أفكار من صحيح يعني أفكار باش الإنسان. نختم معاك، معليش أستاذ، شوف لما قلت لي التشويش وهناك ناس يشوشوا، معليش لو تسمح لي نسرد لك قصة حصلت معايا مباشرة، وليس أنه مثلا أنا ندير تعليق ولا أني معاك مثلا في اللايف واحد مثلا يتهجم عليه ولا يتهجم عليك. هذه صارت لي مباشرة في موسم الحج في ميناء، في مشعر ميناء عند رمي الجمرات، كانوا خيم تاع الحجاج الجزائريين، وحنا يعني مجموعة من الطلبة، البعض يعني يروح كما نقولوا احنا يعني يساعد الحجاج، وبعضهم يعني يدير توعية دروس إلى آخره، بعضهم يروح يشوف أصحابه. قابلت واحد عند المخيم، يعني واحد يعني كبير في السن، وكان يهضر مع 2 و3، قال لهم يعني في ضمن الحديث: او بوتفليقة دوك يبرا ودوك الاخر. جيت ليه بابتسامه هكذا قلت له: وشكون على بالك؟ بالك بلي راه مات. قال لي: ما تهضرش بلي راه مات، قال لي: زيد تعاودها غنكسر لك فمك في الحج. واتق الله في نفسك. قلت له: علاه؟ معليش. قلت له: معليش، هاني قلت ميت، هو ماشي ميت، من انت حتى تصادر حق كيما نقولوا احنا التعبير وحق واسمه حق الراي؟ خي قلت له: ديمقراطيه؟ خي قال لكم بوتفليقه يهضر واش يحب، علاه يعني؟ فلما سالت طلع هذا تابع لي جهه ما، مرتزق، مش حتى موظف حكومي، قال مثلا يخدم شرطي ولا يخدم مع الجيش، انسان مرتزق كيما تقول احنا، يخلص ويعني حب يدير موقف قدام الجماعه تاعو. نعم بالختام ما حبيش نطول عليك لانه في اخوه يعني راح ينتظروا. نعم بارك الله كاين فيك إخوة راح استاذ، واسال ينتظروا. الله سبحانه وتعالى ان يوفقك ويعني آمين يا رب. ويطرح فيك الخير والبركه، وباذن الله تزورنا المدينه ان شاء الله وتدير اللايف من المسجد النبوي ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أخويا، وعلاش لا لا، لما لا؟ رانا آه إن شاء باذن الله الله، نتواصلوا مع بعضنا البعض، ربي يبارك فيك، وإذا كان في إخوة معك سلم عليهم. بإذن الله، وأنت سلم على الأهل والأولاد. بارك الله فيك، الله ربي يكتب يحفظك، أجرك بارك الله ويجعله فيك. في موازين حسناتك إن شاء الله. إن شاء الله، اللهم آمين، ربي صح يبارك فيك. أستاذ، بارك الله فيك، شكرا، ليلة سعيدة أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا. نمر الإخوة آخرين، زيد نعاود معاك الأخ، نفس الشيء، نفس المشكل اللي راه عندكم الإخوة. شوفوا ترى مع هذا أمين.